فيا ريت تقول لنا ازاي تقربوا من الامير وتخلوه يثق فيكم ويكلفكم بالمهمه. انا مش هقدر اقرب من الامير لان واضح جدا ان انا فيا شبه من خطيبته اللي ماتت، فواضح هو بيفكر ازاي. دفعني ما تقلقوش انا هساعدكم. هتساعدنا ازاي؟ خد ده. ايه ميداليه؟ ايه ده؟ وريني يا عم وريني. وده ولده يا حاج واحنا نربيها ولا ايه؟ يا عم الحاج ادهم، ايه اللي انت مديهولنا ده؟ نحمي بيه نفسنا ازاي؟ ده اقل عيل صغير هنا شال ارباجيه، ده انا شفت واحد راكب دبابه واحنا جايين. ما تنسوش تقربوا من الامير وتخلوه يثق فيكم. ازاي؟ خلي اصدقائك قريبين واعدائك برضه قريبين. دي الستيتس بتاعتك على الفيسبوك؟ بس اعتقد دي منقوله، يعني مش انت اللي بس مقلبها. بس يا عم هاني، بس يا عم هاني، ده الراجل اللي رايحه منه مش راجعه تاني. انت بتتكلم مع مين؟ خلي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده نسي انه معوض. يا كمار وين الاكل يا كمار؟ ما في معلومه. كمار ما في معلومه. ايه اخبار ما في معلومه. ما في معلوم بيبا. ايه ده؟ ما في معلوم خلاص. انت بتعمل ايه بالمسدس ده؟ انا ابي اقتل امير، اقتل كفيل. لا حول ولا قوه الا بالله. عمل لك ايه تاني؟ هذا كفيل ودع كمار سوي علينا شان. هذا قول كمار وقفنا شان كمار. كمار سوي اكل كمار واخر الليل بيبو. اوعى تكمل. اخر الليل بيطلب منك ايه؟ ما انت اللي عايد له بالجيبه. استغفر الله العظيم. لا آخر الليل يرقص كمار. كمار ما يرقص حبيبي، عيب كمار يرقص عيب. مش أنا قلت لك قبل كده الانتحار ده كفر وحرام؟ أستغفر الله. أنت عايز تموت صح؟ آه. أنا هموتك. هقول لك إزاي بس حلال ماشي؟ أنت هتنزل النفق، هتحاول تهرب، هيمسكوك هيموتوك. حلال ولا مش حلال؟ هذا حلال. ومت؟ حلال. تمام؟ تمام الحمد لله. هذا وضع. مع السلامة. والله متقلين عليك يا هاني. تقولش كده يا سمير، انت هنا في بيت اخوك. والله انت عامل معانا واجب 10 على 10. ده اقل حاجه على فكره. ربنا يبارك. ايه ده؟ اخس سليم. افكريني يا ماما نبقى نعمل بوابه حديد على الخيمه من بره عشان مش اي حد كده يخش علينا. يا اخوانا الناس دي لو مسكتنا بالحشيش ده هتفلقنا نصين. هو انت هتبلغ عننا؟ انت واطي للدرجه دي يا بيبو؟ انتوا مش محتاجين حد يبلغ عنكم، الريحه بلغت عنكم خلاص. مالا يا جماعه؟ انا عايزكم في موضوع مهم. طب امسك الاول كده. لا 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 ملوش في الويد هو. طب امسك موزه. جرايه هني موزه ايه هني يا ابني؟ انت هنا في خيمه اخوك. موزه دي اللي خدها هني. لا في ايه، الراجل بيكرمك في خيمته يعني؟ إيه هو اللي ارده هني؟ مش عايز موزه هني. خلاص يا سيدي بلاش موز، خد جوافه. الجوافه ده انا عندي برد. الله بلاش جوافه يا سيدي، انت عايز ايه؟ مش عايز. انا عايز ايه؟ انت عايز جوافه. انت عايز ايه؟ بس يا جماعه انتوا هنا في خيمه اخوك وعايز. انت ايه اللي انت عملته؟ بتكلم عايز انت عايز ايه؟ انت عايز جوافه. الخيمه ما كانت بنيها قرص وفرفشه كده بوصل ايه؟ هو ايه اللي قرص؟ هو احنا كنا قاعدين بنرقص لك. انا ما بنحشش عند اهلك. انت اتكلمت في ايه؟ احترم نفسك. طيب انت عايز ايه؟ انت عايز موت. امال عايز ايه انت؟ انت عايز موت. عايز ايه؟ انا عايز استفندي. اتفضل يا سيدي الاستفندي. اقعد على بعضك. اقعد على بعضك. اقعد على بعضك. اقعد على بعضك. خلاص خلاص بقى. الموضوع اللي انا عايزكم فيه يا جماعه مهم قوي. احنا لازم نلاقي طريقه نصاحب بيها الزفت الامير ده علشان يامن لنا ويخلينا نسافر مصر ونهرب من هنا. انت مش ملاحظ حاجه؟ في في تغيير كده في كلامه. الامير المعفن والكلاب اللي بره حصل تغير للشخصيه كده. ما خلاص يا جماعه، عرفت ان انا كنت غلطان ورجعت. في حاجه اهم من كده، انا جاي احذركم تاخدوا بالكم من الواد كمار. ليه يا فالح؟ اصل حاله ما في امل اتحولت لحاله اكتئاب حاد، فعايز ينتحر وعايز يموت الكفيل في الامير. هيموت الامير في الكفيل؟ الواد ده يا ابني من زمان وهو مخه تعبان ومفسفس، بس ربنا يستر بقى. يا بنت اللذينه، بتفكري في اللي بفكر فيه صح؟ قلت لك احنا هنبقى قابل هايل بس في مكان تاني غير ده. يا اسطى هاني، يا اسطى هاني احترم وجودنا يعني. استنى لما نمشي انا والاخ دوت وبعد كده بزعني في انت وهي في اي حته. عيب عيب تعمل كده، عيب يعني عيب. ايه عيب؟ انتوا مجانين ولا ايه؟ انا جات لي فكره دلوقتي جهنميه. احنا لازم نسخن الواد كمار دوت عشان يعمل اللي عايز يعمله ده بجد. يا عم هاني، يعني احنا هنستفاد ايه معايا الغلبان زي ده يموت نفسه؟ انا فاهمكم. احنا لازم نقنع الولد كمار دوت علشان يروح يقتل الامير. احنا بقى نحذر الامير وننقذه، ساعتها هيثق فينا ويخلينا نعمل العمليه بتاعت مصر. يعني موضوع كمار دوت جالنا على حجرنا. ده انت طلعت ده يا هاني. بسم الله.
لازم يحسن هو الامير. في يلا في ياض، انت مجنون. الاكل مشموم. احنا شفنا الواد كومار وهو عمال بيشم في الاكل. بيشم في الاكل. كومار انتوا متاكدين؟ طبعا متاكدين، ده انا شفته بعناية وانا واقف اصبن كده شطف في المواعين عمال يدس السم في الاكل. ابو البراله مور امير، الحق كومار قبل ما يقط. قلبي كان حاسس، قلبي كان حاسس. انتوا انقذتوا عمري، انتوا انقذتوني من الموت، انتوا انقذتوا البقيه من حياتي. ده كتير والله، يعني اربع جمل لنفس المعنى ده كتير. وبعدين يعني احنا مجرد اداه ربنا بعتنا علشان ننقذك. انت مبالغ يلا. ربنا يخليك، بس انا بحبك. انتوا عارفين انا اعمل لكم ايه النهارده؟ هعزمكم في التوته، الخيمه الملوك بتاعتي، هعمل لكم فيها وليمه ما شفتهاش ولا في الاحلام. احنا معاك في اي حاجه. شنو هالصداع يا المصاروة؟ يلا يلا خلونا ناكل يلا. طلبها ونالها يا سمو الأمير. أنا كنت حاسس إن الصاغة دي هتبقى بتاعت أنا في يوم من الأيام. كل كل. طبيب جراح قلوب الناس أدارية، يا مجراح قلت اليوم أدارية. الله طبيب جراح، طبيب جراح. بيبو، هو الامير ده بيسخر الجن ليه؟ هو انت شفت حاجه ولا ايه؟ انا شايف كائنات عماله ترقص كده، مش فاهم ايه دي. طبيب جراح، طبيب جراح، قلوب الناس بس خلاص. اشرف اشرف يا شقيه قوي الاولانيه. جورجو السوف، جورجو السوف يا جدعان، اجدع من المخدرات والبانجو. بس في حاجه كده يا سمو الامير مع الرقاق شغله بالك بقالها فتره. انا اقول لك اهاني، انا في مهمه ولازم اعملها وهي اللي شغله دماغي. قول يا مولانا، احنا رجالتك. شايفين احنا هنسرق صندوق تحيا مصر. سرفلت منه على الاخر. يا مولانا، صندوق تحيا مصر ده اسم مجازي. انت بتحرق دم يا اخي. انتوا عارفين مين اللي مكلفني بالمهمه دي؟ الخليفه، الخليفه ذات نفسه. قال لي يا ابو عماد انا مأمن فيك تسرق الصندوق. احنا جنودك يا منصور. ايه ايه منصور ايه؟ هو انت جميع في فيلم المصير؟ ما انا قلت يعني اقول الجمله دي اسخنه يعني واعممه كده. من بكره الصبح هتروحوا لابو البراء، هتاخدوا باسبورتاتكم منه وهترجعوا على لبنان، هتقابلوا رجالتنا هناك وترجعوا على مصر. شوفوا الشوكة على خير يا جدعان، اسكت، نفذوا العملية وتشرفوني. مع السلامة، توكلنا على الله. في ايه يا نهار اسود؟ نهار اسود ام ناجي. جماعة تانية دي وجاية تخطفنا بقى صح؟ وفي ايه؟ يلي ودي ده الراجل الكبير. نهار اسود ام ناجي. ايه ده؟ طب ايه؟ احنا نقول لهم احنا معاكم. استنى، ده مين اللي نازل ده؟ يا ابني الابلسه يا خال. ازيك يا خال؟ ازيك يا حبيبي؟ وحشتني والله. ازيك يا صامر؟ ايه الشياكه والاناقه دي؟ ده انت بقيت انيق. يا سمير على اللي حصل لي الاسبوعين اللي فات. ايه اللي حصل يا خال؟ ياه على الاسبوعين اللي فاتوا اللي حصل. ايوه يا خال، ايه اللي حصل عشان احنا مستعجلين؟ وعشان انتوا مستعجلين يا ابني قلت ارمي لك اللي حصل كله في جمله واحده واقول لك يا سمير على اللي حصل لي في الاسبوعين اللي فاتوا. بعد اذن حضرتك يا حاج علي، ممكن تخلصنا بس عشان احنا جعانين؟ هو عنده زهايمر بالهداوه إيه؟ بالهداوه. مين ده يا سمر؟ ده بيبو، ده شكله بلاميط. قلت لك هيحبك. يا سمير على اللي حصل لي الاسبوعين. خلاص بقى حضرتك، يعني قول لنا على اخر حاجه بس حصلت لك. يا سمير على اخر حاجه حصلت لي. يا خال بسرعه يا خال، احنا ورانا مشاوير، ما تحرجنيش مع اصحابي. فاكر ليزا؟ ليزا اللذيذه. لذيذه ايه يا كلب؟ دي بقت مرات خيالك والمصحف. وجبت منها ليلى. والله العظيم ايوه، ده انا سايبك من اسبوعين جبت ليلى. كل حاجه هنا بسرعه سمره. فكك بقى خال من ليزا والكلام دوت، يلا بينا خال. على فين يا حبيبي؟ على فين ايه؟ على مصر. مصر. لا انا ستي هير. ستي ايه؟ ستي هير. ايه؟ ستي هير. ده الكلام اللي بتقوله ده يا حاج علي؟ بالسلامه، خد بالك من بلاميطه. يلا يا لوزه. لوزو يا خساره يا حاج. انا هرجع مصر اقول لهم علي الطيب مات،
علي طيب مات مات والدافن مات والدافن انا نفسي اشرب حمو الشام ما تقلقش هنشربه لما نروح الكورنيش باذن الله نفسي هفاني على أول. من غير ما تطرق اصابعك وتتعبها انا تاجر مخدرات والله العظيم ثلاثة تاجر مخدرات ايه يا ابني ايه اللي انت بتعمله ده يعني نلبس مخدرات ولا نلبس ارهاب وليه نلبس اصلا بص حضرتك والله انا هقول لك كل حاجه بصراحه ما هي كانت يعني وير تريب يعني اصلا انا كنت طالع مس ليبنون بالظبط صدقا كان جاي سياحه فعلا اهو وفجاه اتعصت وسط الناس ديت يعني اقول لحضرتك حاجه بالاخر كده هتريحك انا مسيحي انا هقول لحضرتك على الزتونه يعني الراجل المجنون ده لا مؤاخذه قال لنا على الخطه بتاعته واحنا موجودين عنده في الولايه المهم يعني سهيناه كده وهربنا واحنا جايين نساعد سعادتك احنا مش معاهم يعني فحضرتك حضرتك معايا ولا مع الزتونه عشان دي تفرق لا ها بتعملوا هنا ايه؟ ثانية واحدة يا سعادة الباشا في سؤال صغير وسعادة الباشا زميل حضرتك اللي هو ماتريكس ده ما كانش جاي يحقق معنا؟ لا انا اللي حقق معاكم ده كان دي يوز السجاير وتفاح يعني ايه باشا؟ يعني ايه سعادتك؟ لا يا باشا انا عايز حقي منه لمؤاخذة ده خلاني اعمل تبول لا ارادي انتوا مخضوضين كده ليه؟ هو عمل معاكوا حاجه لا بس انت ما شفتش عمل ايه في التفاحه صدقا هاتك التفاحه ايوه منظر مروع ده خلاني اعترف على نفسي ان انا تاجر مخدر تاجر ايه تاجر سعاده يا ليل يا باشا يا ليل مطرب اروي العطاء بس حصل سطو مسلح على البنك المركزي في جماعه ارهابيه كانت عايزه تسرق صندوق تحيا مصر دي يا فندم نفس الجماعه الارهابيه اللي احنا هربانين منها اصلا يا فندم ايوه عايز ايه المسؤولين عن هجوم البنك المركزي بعتوا لنا الفيديو ده يا فندم هو ده يا ريس بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أنيب عماد رئيس دولة بور عماد أعلن مسؤوليتي عن خطف هؤلاء السياح أنا عايز الصندوق يجي للحد عندي واللي هيجيب لي الصندوق العيال اللي هربت من الولاية على مصر أنا عارف إن هم معاكم اسمعوني كويس لو الصندوق ما جاش كل 10 دقايق انا هقطع ايدين واحد منهم ولو تاخرتوا عن الميعاد كل ربع ساعه انا هقتل واحد فيهم يعني قدامكم 10 ساعات 9 يا امير 9 10 دقايق في 6 سياح 60 دقيقة ومعانا ربع ساعه احنا اول مره نخطف ايه معلوم يا نهار اسود صندوق تحيا مصر اديهوله منين ده لو سايح مات ولا حصل له اي حاجه هروح في 60 داهيه يا باشا ما ده اللي عمالين نرغي فيه وحضرتك لا مؤاخذه متريها يا فندم والله انا قعدت اقنعه بالكلام ده قلت له مان ده تعبير مجازي صدقا حصل انه يا مان فعلا هو ما فيش طب يا باشا انا عندي اقتراح ما تيجوا نلبسوا قضيه المخدرات عمليه استك صف مقلص ينزل نقبض عليه انا بس اللي بقول اقتراحات بناء اي حد عنده اقتراح بناء يقوله والا هحطكم كلكم في الحبس انا يا فندم انا عندي اقتراح بناء صدقا هاني عشان هو اللي متعلم فينا كويس اتفضل اهي الجينيوس هيجيب لك الزتونه العشر ساعات قربت تخلص مش ناويين نجيبوا الصندوق ولا ايه يا جدع بكلمك انت يا اخي رد عليا ليك الصندوق جاي لعنا فين هو هو يا ترجمة
مين؟